بقى، لو جالك مسلسل كبير ومتوقع ليه نجاح بس الدور بتاعك دور تاني او تالت او دور صغير، هتوافقي؟ كنت زمان اوافق اعمل، دلوقتي لا، لان طبعا انا طبعا مع احترامي لكل زمايلي، انا طلبت في كل مسلسلات ان اطلع ضيفة شرف، انا برفض الموضوع ده. ده مبدا عندي، يعني مبدا بالنسبه لي انا، عشان انا بعتذر عنه دلوقتي معاكي من خلال البرنامج، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين لاي حد من اللي بعت لي عشان ابقى ضيفة شرف بالنسبه له او عنده في المسلسل او في الافلام او ايا كان. يعني انا بقول اعتذرت لاني ده مبدا عندي، المبدا من بدايتي اقل من بطوله ما توافقيش. لا خلاص، يعني اسيب الفن وانا لا اقدم حاجه كويسه، لا مفيش داعي اعملها. ممكن ايه بطوله جماعيه ما عنديش مانع، ممكن اتنين دويتو ما عنديش مانع، لكن اجي ضيفه عشان اجي اعمل مشهد او بدور او كده، ما يعني ما اني ممكن يكون شيء كويس بس انا جوايا مش قادره، ما اقدرش اعمل ده. يعني انا خلاص، يعني انا فيفي بالظبط، صعب ان انا مش على فيفي، مش هقدر اعمل ده، يعني مش هقدر اعمله. هيقرانا دلوقتي. طيب يلا ورينا. صح على فكره البتاع ده، خلي بالك. يوه وانا في خيه والله كنت خايفه منك يا عفريت. يا ترى النتيجه هتطلع ايه يا خفه؟ يا عفريت ايوه، ده هنا. يا ترى الخوف ولا الحزن ولا الاشمئزاز؟ الخوف والاشمئزاز. لما حد بيعرض عليكي حاجه تحس ان هي مش من قيمتك. مش من قيمتي. لا بتحسي فعلا بالاشمئزاز كده انك متضايقه؟ صح كده، قراك يعني. صح. شفتي اهو، ده زي ما بقولك، انا كنت بقولك الصراحه، لاني ليه لو انا يعني فشلت هقول حقا انا فشلت، لازم تقعدي على جنب بقى مثلا، لكن انا الحمد لله ناجحه والنجمي طالع ناجحه وكويسه، وهم خسرانين، صدقيني هم الخسرانين. انت تعرفي جماهيريتي، انا لو النهارده اعمل فيلم حتى انا ما عنديش مانع اعمل خالص. انا افتكرت مسلسل الست اصيله. طيب ست اصيله، ام الخمس عيال رهيب، والخمس اولاد، واحد ظابط وواحد محامي وواحده محاسب وولد متطلع عايز يبقى هو اللي بدل الولد دوت، يعني مواضيع جيده، وازهار وسوق الخضار. ده سوق الخضار ده اتبنالي زي سوق الخضار بتاع زمان اللي هو كانوا بيعملوا فيه الفتوه والبتاع ده، اتعمل لي سوق خضار، سوق الخضار كما قال الكتاب. بعدين يعني انا عامله شغل ولا اتنين، مثلته ويعني اذا كان سينما ولا تاريخ. كان طبعا تاريخ، يعني مش هاجي دلوقتي اعمل كده ليه؟ مش مجبره ان انا اكون سنيده لحد. لا مش سنيده. السنيده ليه؟ انا طول عمري بطله. صح. ايه اللي يخليني بطله في الراس، بطله في كل حاجه الحمد لله عملتها وربنا ينجحني. تقولي اسم مسلسل كده رفضتيه يا فوفه، كنت طلبوكي يعني تكوني ضيفه شرف فيه وانت رفضت؟ كتير، كل المسلسلات كل زمايلي، بعتذر. عايز اقول لك في كل سنه مثلا خمس ست مسلسلات. ياه. وحياه ولادي وربي. مصدقاكي طبعا. كل سنه خمس ست مسلسلات ضيفه شرف. يعني ده حب من زمايلي طبعا، كتر خيرهم واشيل راسهم على يعني جميلهم على راسي. انا عايز اعمل مسلسل كنت عملت بطوله. يعني بس انا ليه؟ يعني لو عايز اعمل ما انا ممكن انتج. انتج ايه المشكله؟ يعني هيطلع مين المبلغ هتبقى دلوقتي عادي. بالعكس انا لو الاقي حد يكتب حاجه كويسه فورا على طول اعملها. شوفها هتتباع ازاي وشوفها هتتشاف ازاي. صح. لا ده بيكسروا مقاديف للبني ادم بس، لكن انا كنت صاحي للموضوع، وربنا يخلي الميديا ما تخليكيش محتاجه حاجه خالص. عندي شبعانه بجمهورك، شبعانه بجمهوري، شبعانه بالناس اللي بتحبني، شبعانه عموما. يا ده لو دول بيتفرجوا بس على الحاجه اللي بعملها هيكسروا الدنيا. يا وسط انت يا جامد، انت يا مسيطر. لما بقى عندك 20 مليون و50 مليون وهنا وملايين بتتفرج عليك، طب دول ما يا مسيطر انت. يا جامد يا مسيطر انت. وغلاوتك. احب انا السيطره وغلاوتك.